طبعا احنا هنا بقاعة الشباب مدرسة تخصصية برياضة الريش الطائرة. فكرتها صارت بعد ما تعرفون الرياضة بالعراق شوية بدت، بالأخص رياضة الريش الطائرة بدت تندثر أو واقعها شوية صار سيء. فاحنا كنا أصلا لاعبين منتخبات وطنية، أنا ودكتور جبار ودكتور أستاذ رأفت وكابتن قصي وكابتن وسام وسامر. فصارت الفكرة أنه نسوي مدرسة تخصصية برياضة الريش الطائرة، وبما مثل ما تعرفون هي رياضة الريش الطائرة بمحافظة بابل هي تعتبر رياضة، يعني رياضة رقم واحد أو رقم اثنين هي رياضة كرة السلة. فسوينا المدرسة التخصصية هنا بالحلة بشارع الكرامة بقاعة الشباب. بلشنا يعني رتبنا الملاعب والقاعة أنا ودكتور جبار. سوينا بالبداية إعلام، سوينا مثلا على الفيسبوك صفحات الفيسبوك، وسوينا الالكترون يعني اعلانات ورقيه وزعناها على المدارس على الجامعات. فصارت اعداد عندنا تقريبا 30 او 35 تتراوح اعمارهم ما بين الثلاث سنوات اربع سنوات الى سبعه والثمانيه للمختلف الجنسين ذكور واناث. بدينا وياهم تعليم مثلا المهارات الاساسيه بلعبه الريش الطائره اللي هي مهارة الإرسال، ضربات الإبعاد، ضربات المستقيمة، ضربات القطع على الشبكة وضربات اللعب على الشبكة. طبعا هم مثل ما تعرفون الأطفال شوي راد لهم اهتمام ويعني اهتمام أكثر عكس الفئات البقية الشباب والمتقدمين والناشئين، على اعتبار أنه هم ممارسين وعندهم أساسيات للعبة. احنا نشتغل أكاديمية يعني تخصصية من حيث الأسس والمبادئ العلمية اللي تخص بهذه اللعبة. ثاني شيء تتكون المدرسة من بنات وبنين، يعني لاعبين ولاعبات صغار ناخذهم من اعمار 3 سنوات لحد ما يعني ينشأ يصير عمره يعني قادر بان هو يسيطر بين مجرى الحياة. ايضا كادر، نعم طبعا اكاديمي، نعم طبعا بالنسبه للكادر المتخصص، الكادر المتخصص طبعا انا يعني غني عن التعريف، يعني اللاعب الدولي دكتور جبار علي كاظم، اللاعب الدولي عمر حسام الدين، اللاعب المنتخب الوطني رفعت احمد، طبعا هذول كلهم عندهم باع طويل في لعبه الريش الطائره. ايضا عدد الاقبال او المشتركين عندي ما يقارب تقريبا 55 شخص بين لاعب وبين لاعب. أنا اسمي روز أحمد، جيت على مود أتعلم الريشة لأن هي لعبة نادرة بالعراق، وأنا حبيتها من الأستاذ من الكابتن جبار، وحبيت هي هاي اللعبة الريشة وحبيت. علمونا هاي أشياء من هاي من اليمين واليسار ومن فوق الرأس، وعلمونا من إذا أجت الريشة شلون نضرب. اي اتمنى ان اصير لاعبه منتخب. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اللاعب سداد عبد الامير، جيت يعني العب الريشه حتى يعني اصير لاعب دولي، وجيت يعني العب ويا الكابتن الجبار يعني حتى اصير لاعب دولي. يعني انا احب الريشه يعني حتى اتعلمها وانا من الصغر احبها. يعني علمونا مثل الا اجتك ريشه من اليمين، ولا اجتك ريشه من فوق الراس، واذا اجتك ريشه من جهه اليسار، يعني الا اجت من جهه اليسار اضربها بهاي الجهه، والا اجت من اليمين واذا من الاعلى